الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. وزنك سيدتي أثناء العلاج من سرطان الثدي. تمتلك زيادة الوزن العديد من المخاطر على الصحة، فبالإضافة إلى دورها السلبي في أمراض ضغط الدم والقلب والسكري والإصابة بأنواع عديدة من السرطانات، فقد أظهرت بعض الدراسات أن الوزن الزائد يزيد من احتمال عودة سرطان الثدي من جديد بعد التعافي. يؤدي خضوع النساء للعلاج الكيميائي إلى انقطاع مبكر للطمث premature menopause، الأمر الذي يسبب بطء في عملية الاستقلاب وبالتالي زيادة في الوزن، كما يهيئ انقطاع الطمث إلى تخزين المزيد من الدهون وفقدان حجم العضلات، إذ يلاحظ أن متوسط الوزن الذي تكتسبه النساء اللواتي يخضعن للعلاج الكيميائي يتراوح بين 15 و14 باوندا، أي حوالي 2.5 كيلوغرام و6.5 كيلوغرام، في حين يكتسب بعضهن حوالي 25 باوندا أي 11 كيلوغراما. من جهة أخرى، يعد استخدام الاستيرويدات القشرية كورتيكوستيرويد، وهي هرمونات تنتج في الغدة الكظرية، سببا آخر لزيادة الوزن. فعلى الرغم من دورها الإيجابي في منع الغثيان أو الانتفاخ والمساعدة على وقف ردود فعل الجسم تجاه العلاج الكيميائي، إلا أنها تزيد من الأنسجة الدهنية في منطقة البطن والرقبة والوجه، وتفقد من كتلة العضلات وخاصة في الأطراف أي الذراعين والساقين. كما يلاحظ أنها تزيد الشهية على الطعام بعد عدة أسابيع من استخدامها بشكل متواصل. أما العلاج الهرموني بالاستيرويدات ستيرويدز، فيؤدي بدوره إلى انخفاض مستويات هرموني الأستروجين والبروجستيرون، والذي يعتبر سببا رئيسيا لزيادة تخزين الدهون وخفض الكتلة العضلية وتغيير طريقة تحويل الطعام إلى طاقة من قبل الجسم. كما لا يخفى تأثير انخفاض النشاط البدني الناجم عن الإجهاد والتعب والغثيان والألم اللاحق لعلاج السرطان في زيادة وزن الجسم وارتفاع كتلة الدهون فيه، وهو أمر أثبتته العديد من الأبحاث والدراسات. ويلاحظ حدوث فقدان في الوزن لدى بعض المريضات مصحوبا بفقد لبعض العناصر الغذائية التي من شأنها أن تساعد الجسم على الشفاء، وتكون هذه الحالة ناتجة عن ضعف الشهية أو الغثيان، واللذان يعتبران من الأعراض الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي. إن الإصابة بسرطان الثدي تعتبر مؤشراً ينبه إلى حلول الوقت الذي يجب أن تري نفسك فيه قسطاً من الراحة والاهتمام أكثر من أي وقت مضى، فالتغذية الجيدة وممارسة الرياضة يمكن أن تساعدك على استعادة صحتك، فماذا عليك أن تأكلي كي تعتني بصحتك وجسمك؟ البروتين. في حال إجراء مداخلة جراحية فإن الجسم يحتاج إلى كميات أكبر من البروتين، وذلك كي يستخدمها الجسم في إصلاح الخلايا ومكافحة العدوى والتئام الجروح. أضف مسحوق البروتين أو الحليب المجفف إلى وجبات الطعام، والجأ إلى إضافة الجبن المبشور للخضار والبطاطس والسلطات. كما يمكنك تناول وجبات خفيفة عالية المستوى من البروتين مثل اللوز والفول السوداني والجبن. المواد الكيميائية النباتية phytochemicals، وهي مواد غذائية توجد في النباتات، وقد تم دراسة فوائدها المضادة للسرطان بشكل مكثف. ويعتبر فول الصويا من أهم الأمثلة على الأطعمة الغنية بالأستروجينات النباتية التي تشبه الأستروجين الذي ينتجه الجسم بشكل كبير. تحققي من طبيبك عما إذا كان بإمكانك تناول الصويا يومياً، فقد وجد مسبقاً أنها قد تتداخل مع العلاج الهرموني في بعض الحالات، ومن شأن الطبيب تحديد إمكانية تناولها من عدمه. ويمكنك التعرف على هذا الموضوع بشكل أكبر في مقالنا السابق. مضادات الأكسدة antioxidants توجد في العديد من الخضروات والفواكه والمكسرات، ويعتبر القرنبيط والكبد والجزر والعنب والمانجا من الخيارات الجيدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف. ويعتبر اللايكوبين أحد المركبات الأساسية ذات الفعالية المضادة للأكسدات والتي تساعد في مكافحة سرطان الثدي، وهو المركب المسؤول عن اللون الأحمر للطماطم واللون الوردي للجريب فروت، وإلى جانبه مركب البيتا كاروتين وهو المسؤول عن اللون البرتقالي.
وجميعها تقلل من احتمالية عودة سرطان الثدي مرة أخرى. فيتامين دي ضروري لامتصاص الكالسيوم وعمل الجهاز المناعي وتحسين معدلات التعافي والشفاء من سرطان الثدي. وبحسب الباحثين في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا University of California، فإن انخفاض مستويات فيتامين دي عن الحد الطبيعي يرتبط بخطر الإصابة بسرطان الثدي عند النساء قبل سن انقطاع الطمث. ويوصى يوميا بالحصول على 600 وحدة دولية للبالغين، وترتفع هذه الكمية إلى 800 وحدة دولية لدى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاما. وللمزيد حول فيتامين دي يمكنك قراءة مقالين السابقين. وفي الختام نقدم لكم بعض النصائح الغذائية. تناول الأطعمة مرتفعة البروتين وقليلة الدسم مثل الدجاج المشوي والسمك المشوي، وذلك بدلاً عن اللحوم والنقانق وغيرها من الأطعمة الغنية بالدهون، وتجنب اللحوم المصنعة كاللحم المقدد واللحوم المدخنة. ويمكنك الاطلاع على مقالنا السابق حول علاقة اللحم الأحمر بسرطان الثدي. احرصي على تناول 5 حصص من الخضار والفواكه يومياً. تناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والأرز البني بدلاً عن الخبز الأبيض والأرز الأبيض. ابتعدي عن التدخين، فهو يقلل من فاعلية علاجات سرطان الثدي، وخاصة العلاج الذي يعتمد على أدوية تعرف بمثبطات الهرمونات Aromatase Inhibitors، إذ يتضاعف خطر عودة سرطان الثدي لدى المدخنين بمقدار 3 أضعاف مقارنة بغير المدخنين. تقليل كمية الكحول بحيث لا تتجاوز مشروباً واحداً يومياً للنساء. ينصح بالتحدث مع الطبيب المعالج واختصاصي التغذية حول أي تغيير محتمل في النظام الغذائي، وخصوصاً بعد العمل الجراحي أو عند تلقي العلاج الكيميائي، وذلك تجنباً لأي نقص في العناصر الغذائية اللازمة للشفاء. كما تنطبق جميع النصائح المذكورة على الرجال الذين يحتمل أيضاً أن يصابوا بالسرطان في نسيج الثدي.